مساء الخير والعافية على كل مشاهدي ومتابعي قناة دبليو تي في الفضائية. تقبل الله صيامكم وتقبل الله طاعتكم. مثل ما تعرفون كل خميس ألتقيكم بحلقة جديدة من برنامجكم المفضل برنامج نوتلا، وأيضا ضيوفنا المميزين. اليوم معنا ضيف مميز وجميل جدا، أحد أعمدة الفن العراقي الأصيل، الفنان مناضل داود. خلونا نشاهد أنيكم هذا الربورتاج ونتعرف عليه أكثر. لا تحاول تتصل بشريكتك، سيارتها عاطلة فراح تتأخر. أنا كلش عاجبني اليوم أشوف فيلم البؤساء. لا تحاول تتصل بحمايتك لأن ما راح يجون. أصلا ماكو داعي تتصل بيهم لأن أني ما راح أوصخ لي مع أنه أقدر. برافو. لك حبيبي جبار، المهم ما يجيبون الفوفير العلن وتنكتب أسماءنا على قطع سودة تتشقق بعد كم شهر من الحر المطر. ورجعنا معكم بعد ما شاهدنا هذا الروبرتاج الممتع والمميز. يسعد مساءك، رمضان كريم. رمضان كريم، يسعد مساءك. أسعد الله كل أوقاتك. بداية نرحب بيك برنامج نوتيلا ونبلش بأول فقراتنا واللي هي بعد الفاصل. نبدأ برنامجكم المفضل برنامج نوتيلا وأول فقراتنا واللي هي مدرستك. خلينا نتعرف أول شيء، أنت مواليد بغداد لو أي منطقة؟ أنا مواليد البصرة. ما شاء الله، مواليد البصرة، أكيد تحيات حب واحترام لكل أهلنا بالبصرة. مدرستك وين؟ أنا بالصف الأول ابتدائي كنت في مدرسة الاجتهاد الابتدائية في مدينة الحرية ببغداد. بالحرية، أنت بس انولدت بالبصرة؟ انولدت بالبصرة. ومدرستك ببغداد؟ اي. طيب. بالصف الثاني ابتدائي انتقلنا إلى الكوت. اها. وكانت مدرستي في محافظة واسط في مدينة الكوت في سنة 67 او 68 هيك. يعني العمر كله احنا عرفنا مواليدك يعني. انا مواليد 1/61. ما شاء الله، العمر كله يا ربي. شكرا. طيب يعني ابتدائيتك كلها كانت بمحافظه الكوت. بعدها انتقلت بالمتوسطه، ايضا استمرت بمحافظه الكوت لو انتقلت المكان؟ لا بقيت المتوسطه، كملت المتوسطه بالكوت وبعدين ورا المتوسطه اجيت لبغداد الى معهد الفنون الجميله سنه 76. اها، هذا الانتقال بين محافظه واخرى كان بسبب انشغالات الوالد يعني وحكم عمله؟ بالتاكيد انتقالات الوالد وانتم التزمتوا بهذا الموضوع اكثر. انت محافظه تحن لها، انت اليوم تنتمي لاكثر من محافظه، لان ولادتك بالبصره، بدايتك ببغداد وانتقلت للكوت، تحس باي محافظه تنتمي اكثر؟ المكان اللي انا ترعرعت به بالكوت. بالكوت، فانت هو تحس جلد انت من ذكرياتي طفولتي و مراهقتي كانت في مدينة الكوت. بالكوت، فأنت تحس نفسك يشدك الحنين أكثر للكوت. احكينا عن مشاغباتك، كنت هادئ بالمدرسة بالابتدائية لو عندك نوع من الوكاحة والمشاغبة بصراحة؟ عموما لا لا، عموما أنا يعني كنت ما كنت يعني طفل هادئ، كنت
مشاكس. يعني عكس الهدوء اللي نشوفه هسه. لا لا بالتأكيد إيه. كل الأطفال اللي تشوفيهم مشاكسين وكحين ينتهون من عندها من يكبرون. هذه تجربة عن تجربة يعني. كل الأطفال الوكحين وكذا من يكبرون يصيرون كلش هادئين ومسالمين، يتخلصون من هاي المرحلة. الطاقة اللي عندهم يختبرون كل الأشياء. تتفرغ الطفولة. الطفولة تتفرغ يعني. أنا عشت بأوروبا شفت شلون يعاملون الطفل. يخلوه على راحته الطفل يعني بالحضانة. يخلوهم يتمرغلون بالكلاب. صح. تخلصون من ذني كلهن. الطفل من يمشي يشوف مكان عالي يروح صخرة مثلا يمشي عليها. هنا أنا طبعا يصنطوا براجي هناك لا يلزموا بإيده. صح. يخلوه يمارس ذني بالضبط. يخلوه يمارس طفولته يشبع من طفولته. هي حتى دراسات أجنبية أثبتت أنه كل طفل وكح هذا طفل صحي أكثر من الطفل الهادئ. الطفل اللي يسأل الطفل اللي يسأل هو الطفل الذكي. دائما نحن نوصل الآباء والأمهات أنه الطفل الذكي هو الطفل الذي يسأل كثيرا. لذلك علينا أن نجيب هذا الطفل عن تساؤلاته. وتساؤلات تساؤلات الأطفال هي تشبه يعني دهشة الفلاسفة. يعني شوفي أكو طفل في يوم إجا لقى نحات دي يسوي منحوتة دي يشتغل بالصخر ينحت. فقال له عمو إيش دا تسوي؟ قال له تعال بعد أسبوع راح تعرف أنا إيش دا أسوي. فإجا الطفل وراء أسبوع لقى الصخرة متحولة إلى حصان. فالطفل سأل النحات سؤال يشبه أسئلة الفلاسفة. قال له أنت منين كنت تعرف أنه الحصان كان متخبي داخل الصخرة؟ فإحنا المبدع نتحدث عن الإبداع. الفنان هو شلون يقدر يطلع الحصان. صح. فالطفولة بالكوت نرجع لها يعني الآن أتذكرها. أنا ككل الأطفال كنت ألعب كرة قدم بالمحلة بالشارع وبالمدرسة. كنا نصنع ألعابنا بيدينا. كنا نلعب دعبول وكنا نلعب شعاب. حسألك عن أسئلة الألعاب الفقرة الأخرى. بس أنت يعني بالمدرسة هذه المشاغبات والمشاكسات اللي كنت تمارسها كانت تأذي أحد لو ما تأذي أحد؟ مجرد عندك طاقة وتفرغها بأماكن اللعب. لا 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 ما كانت تأذي أحد. يعني أنا كنت يعني من طفولتي جريء. أتذكر بالسادس ابتدائي اشتركت في فريق كرة القدم مع المدرسة. خارج جبنا لبسوني رقم 7 وانا صغير. تتذكر لحد الان الرقم اللي ارتديته؟ طبعا. وكنت اقول. ودائما كان المدرس الاخر مال المدرسه يقول لهم دير بالكم من هذا الزقج. صغير كنت. صغير يعني ناعم؟ قصير. قصير؟ اي اي. بالسادس ابتدائي هل قدوتني هيك؟ نعم. وبنفس الوقت يوم شفت استاذ اللغه العربيه انا كلش احبه. هو معلمي، هو اللي علمني اللغه العربيه حقيقه. هو اللي خلاني حببني باللغة العربية. أستاذ ماجد خزعل بالكوت. فديوم شفته قلت له أستاذ. قال لي نعم. قلت له أريد أشترك بالخطابة. قال لي شنو؟ هاي أسف؟ ها؟ بالسادس ابتدائي. قلت له أنا أريد أشترك بالخطابة. خذنا من إيدي وطببني للمدير. قال تفضل يابا اسمع شو تريد؟ قلت له أريد أشترك بالخطابة. بكل ثقة. قال له جربه. زين. واشتركت بالخطابة. وكنت خطيب المدرسة. هو هذا واحدة من الينابيع الأولى. هذا سميه جراءة لو ثقة بالنفس من الصغر. ها؟ هذه سميها جراءة أنت لو ثقة بالنفس. أنا كنت أول واحد بالكوت وإحنا أطفال من دجلة يكون يعني ناقص نصف متر. والمي خابط كنت اول واحدة جاي تسبح. ما جاوبتني هذه. هل هي يعني جرأة؟ جرأة وثقة بالنفس. هي الجرأة من تجي؟ الجرأة من تجي؟ تجي من الثقة بالنفس. زي منو عزز لك هذه الثقة؟ ابويا. والدك. اي. انتو كم اخ بالعائلة؟ ثلاثة. ثلاثة. منو كان اكثر واحد جريء واثق من نفسه؟ اني. انت شنو السبب؟ شنو هاي؟ من وين اجتك هذه تعزيز الثقه بالنفس؟ من والدك؟ ايش معنى صب عليك كل الاهتمام لانه كان يهتم بيك انت نشات هذه الطفوله الصحيحه وهذه الامكانيات اصبحت عندك؟ لو من وين اجتي؟ من الحب والعاطفه؟ ما اعرف. هو يبدو انه دائما الكبير ينغدر. انا الوسط. انت الوسط. دائما يقولون لعد بالمفهوم العام انه الوسط ينغدر. لا انا الثاني. انا الثاني. كان ابويا كلش يحبني.
اسمي هو اللي سماني وكان يعتز بي لأن كان هو أحد مناضلين الحزب الشيوعي في الخمسينات وهذا الاسم كان هو يعتز بي ودائما كان والدي من يقعد بالبيت نسهر كنت دائما أسأله عن دروسي في كنت قوي بالإنشاء مثلا بسببه هو كان دائما يتحدث وياي عن كان شنو عمله؟ أبويا أسطى بنا وقوي باللغة العربية مو قوي باللغة العربية ثقافته عالية جدا ثقافته الماركسية وعمل كان عنده حب الاطلاع يقرأ طبعا كتب بالتأكيد فكان يتحدث دائما مثلا أسئلة عن بدر شاكر السياب كان يحكي لي عن بدر شاكر السياب ويحفظ بدر ثقافك أيضا أسئلة عن معروف الرصافي مثلا أقول له عندنا إنشاء عن معروف الرصافي يقعد يحكي لي عن معروف الرصافي وعن صراعات معروف الرصافي ومشاكله مع الملك وقصائده عن الفقر وإلى آخره أسئلة أقول له عندنا باكر إنشاء عن عيد العمال يحكي لي تاريخ الطبقة العاملة ها أنت شنو بالابتدائي هو يتحدث وياك بهذه الطريقة وعلى الإنجازات كل الشعراء وكل أعمدة الفن العراقي أبويا ما يعرف يقرأ تخيلي من وين اكتسب لعد هذه المعلومات؟ من الثقافة الحزبية ومن السجن فكان دائما يجيب كتب يجيب كتب أنا أقرأ له حلو لطيف أي حتى يجيب كتب مرة أنا يعني كنت طفل أكو عالم عراقي بالاقتصاد شهير اسمه إبراهيم كبة دكتور إبراهيم كبة واحد من علماء الاقتصاد المهمين في العراق يعني طبعا بعدين من كبرت وخرجت من المعهد عرفت من هو إبراهيم كبة وأنا طفل أقرأ الوالدي كان يجيب جرائد مثلا يقول لي أقرأ لي هاي المقالة أقرأ له هاي المقالة وكان يصلح لي من تجي مفردات او مصطلحات لانه سامعها لفظها اللغوي صح فهو يصحح لك بالتاكيد لطيف طبعا اكيد الحديث وياك جدا ممتع ومفيد ايضا شكرا لك من الكميه من الثقافه والمعلومات الممتعه لكن خلينا ننتقل لفقره اخرى ونعود معكم ورجعنا وياكم مستمرين ببرنامجنا وحلقتنا لهذه الليلة المشوقة الممتعة هذه الفقرة اسمها ملاعب تحدثنا عن إن شاء الله كل حياتك مثل هذه جمال الابتسامة اللي ابتسمتها هذه الملاعب تتحدثت عن أنه كنت تلعب بعض الألعاب بالمدرسة ألعاب الطفولة تحدثنا شنو أنت كنت مشاغب وعندك طاقة وحركة كل شوية وكيحنا وعن ما شنو أكثر الألعاب اللي كنت تلعبها كنا لعب دعبل بتدربونه بالحارة كل أولاد الحارة بعد ما نجي من المدرسة نأكل ورأسا نطلع للدربونة وكنا نلعب دعبل كنا نلعب شعاب الشعاب اللي هي هاي بيها مشكلة هاي بيها مشكلة يعني كانت الوالدة تنزعج لأنه الشعاب لازم من يصفطون الشعاب وتجي واحد يضرب فلازم يسوي الصول مالته الشعب اللي يسموه الصول اللي هو يضرب بيه فلازم يكون قوي فكنا نحفره من النص ونجيب رصاص ونحطه على الخاشوقه ونحطه على الطباخ فمن يذوب الرصاص نحطه بالشعب ببطن الشعب فانت تتسبب فوضى فانا راح احرق خاشوقه وتخاف انت تحترق احرق خاشوقه زين فالام يعني ادواتها عزيزه اي فكانت كلش تنزعج انه تحترق لها خاشوقه فكنا نلعب هاي لعبه الشباب كنا نلعب تصاوير اي شلون الورق هسه مال اللي يلعبون بهذا الاس والمدري شنو والكبه والماتشو والسنك تتذكر شنو الصور اللي كنتوا تلعبون عليها؟ كانت الصور مع الممثلين والممثلات عراقيين لو عرب لو اجانب وكان اي وكان صور فواكه واشجار منو كان فنانك المفضل؟
من الأجانب ذيك الفترة؟ بهذه الطفولة لم يكن لدي وعي. أها. لا ما كل الإدراك الفني لم يكن لدي وعي. زين بعد شنو الألعاب اللي كنت تلعبها؟ كنا نلعب نسوي شروخ. 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 نجيب شرخ اللي هو مال البايسكل. مال البايسكل ونسوقه احنا نسوق. وين المتعة تشوفوها؟ نركض. تركضون. أهم شيء هذه الطاقة تتخلصون منها. تركض مالتك مثل البايسكل هو البايسكل صديق. أه. أو كنا نسوي عرباين. أه. نجيب مجموعة من الخشب. أه. ونجيب شروخ يسموها البولبرن هم كانوا قبل. شروخ بها صشم تفتر. فنقعد على على هذا الخشب. بس دا يغششون يا سب الكنترول يقول هذول اللعبتين اللي يلعبوهم بيطلع أصوات مزعجة لأنه على الحديد ولما تصير يعني بالشارع تطلع صوت مزعج وكنت تستمتع بهذا الصوت اللي يطلع من اللعبة. طفل شو مفهمه هو؟ طفل يتونس. هسه راح أقول لك شنو الطفل. أه؟ الطفل كل ما يمتلكه قبل اللغة هو الصوت. من يولد الطفل من يجوع يبكي. من يحك ظهره يبكي. صح. من يتوسخ يبكي. من يريد أي شغلة يبكي لكي يثير اهتمام الآخر. ما عنده غير فقط الصوت. ولذلك الإنسان كل ما يكبر بالعمر يدخل البيت للأب فشي يقول لأولاده نص التلفزيون نص الراديون نص المسجل كل هو خلص بكل الضوضاء الموجود هو ما يقدر يسمع. يعني البيوتات الكبيرة الآن الأولاد عندهم تلفزيونات بغرفهم لأنه يسمعون الصوت عالي ويسدون الباب. الأب ما يقبل. صح. يريد ينتمي للريف دائما. يروح يبتعد عن المدينة. متعبة تصير المدينة خاصة الذين يعملون أو الذين يعني يعملون كثيرا يحتاجون إلى الهدوء والراحة والذين يمارسون الكتابة والتفكير والإبداع دائما هو بحاجة إلى مكان هادئ لكي يتأمل ويفكر ومن ثم يكتب. طيب وأيضا ذكرت لي أنه أنت كنت تلعب كرة القدم. أي. وكنت مبدع بها يعني زين يعني تقول دائما كنت انت تقول اي كنت تغير بوقتها كنت تقول اي ليش وقت بقيت وياك هذه اللعبه ايش كنت بقيت تحب تلعبها لو لما انتهت بال بال انتهت. بال اي لا يعني مع المتوسطه كان اكو عندنا درس رياضه كنا نحبه كلش يعني بس مو من هوات كره القدم اللي تروح تاسس فرقه وتنتمي الفرقه ما بعد يعني لا لا انتهت مع المتوسطه انتهت وحتى هذه اللحظه انا بالمناسبه لا اشجع اي فريق ما تشجع كرة القدم لا 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 مع علمتك يخافون كانوا من عندك تقول هذا الصغير خافوا من عنده شنت وانتهت هذه أخذني الفن أخذني من ياسف أخذك أخذني الفن أخذني المسر من صف الـ 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 الثالث متوسط بعد ما تخرجت وأنا لم أصعد على المسرح بالمعهد إلا في معهد الفنون الجميلة إلا في معهد الفنون الجميلة لما رحت للاختبار قبلت في الصف الأول وأخذ المسرح روحي وحياتي وحبي وكياني كله وجدت نفسك به بالتأكيد. طيب أنت انضمامك أصلاً لمعهد الفنون الجميلة كان بدافع حب الفن أو بدافع تكملة الدراسة؟ لم يكن كذلك على الإطلاق. أها. وربما ستكون مفاجأة للذي لا يعرف أنا ذهبت إلى معهد الفنون الجميلة هروباً من الفيزياء والرياضيات والكيمياء يعني أخلص الثالث متوسط بطلعان الروح. يعني مستواك الدراسي شلون كان؟ أنا كنت كلش زين بالأدبي بالأدبي يعني بالتاريخ بالجغرافيا بالعربي عاميين نقول المواد الدرخية إيه العلمي هسا أنا عندي مشكلة ابني أحمد في الإعدادية طبعا هو عايش في لندن يجيب 100 بالعلوم يجيب 100 بالرياضيات ما شاء الله يجيب 100 بالانجليزي اقول له بابا حبيبي روح ادرس بزنس روح شوف لك ان شاء الله يقول لي لا الا اصير ممثل احسن من عندك وظل مصر الى 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 ان دخل في الكولج الان في الدراما سكول وهو قلت له انا ذني كنت بابا ارسب بيهن وما اعرف بيهن فهو عكسي عقله كلش رياضي يعني انا ما اعرف اصلح اي شيء بالبيت احمد عكسي تماما تخرب الغسالة يصلحها يخرب الطباخ يصلحها يصير الجلوبات مبدع يعني عنده مهبة إعادة تدوير الأشياء دول كل اللي يتهمون بالرياضيات في الحقيقة
وأني أتمنى الآن الشباب اللي يشوفوني الآن بالتلفزيون الشباب العراقيين أقولهم عوف الشعر الشعبي وروح للرياضيات. البلد بحاجة إلى هذه الكوادر العظيمة. أنا كثير أفرح لما أشوف شاب صغير عمره 16 سنة أو 15 سنة يفتهم بالإنترنت ويفتهم بالكمبيوتر ويفتهم بالبرامج ويفتهم هاي الأشياء. من أشوف شبابنا المونتيرية والمصورين أطير من الفرح. أكيد. لأنه شعب كامل كله يكتب شعر. شو وقت ننتج؟ شعب موهوب. لا يا موهوب. ما موهوب. لا موهوب. كارثة هاي. زين. فعلى كل حال. فكنا نطير طيارات. نصعد فوق السطح هاي. بما أن إحنا بعد قبل ما نرجع الملاعب خليني أسألك آخر عمل اشتركت حضرتك فيه اللي هو تقاسيم. تقاسيم. نعم. تقاسيم على الحياة. وأين نعرض؟ وين المكان نعرض؟ آخر مكان نعرض في منتدى المسرح. سبعة أيام نعرض. خارج العراق؟ لا لا. بالعراق. في منتدى المسرح في شارع الرشيد. طيب ولا وراء المسرح؟ وراء منتدى المسرح. أيام. بعد المنتدى وين عرضته؟ وين كان العرض؟ نعرض في تونس. نعرض في مهرجان الهيئة العربية في القاهرة. كيف كان استقبال الجمهور المتلقي؟ كان عمل خارج ناجح. العراق عمل ناجح وهو لواحد من أهم المخرجين في الوطن العربي. أخذت جوائز على هذا العمل؟ دكتور جواد الأسدي. نعم أخذت جوائز على هذا العمل. جائزة السينوغرافيا. طيب نرجع الألعاب الطفولة. ألعاب الطفولة الطيارات ذكرت لي. هاي الطيارات مشكلة. وين شنو المشكلة بها؟ مشكلة إحنا كل ولد المحلة يطيرون. فكنا كلكم عقال وكحين شوية زيادة عن اللزوم. اي كنا نتعارك بالطيارات. فيصير ازدحام بالجو. مو بس ازدحام. كنا نجيب الخيط. نجيب الخيط ونجيب قزاز ندقه. اوكي. اي ندق القزاز الى ان يصير ناعم مثل البودرة. اوكي. ونحط عليه نسميه شريس احنا. شيء مثل الصمغ اللاصق. اوكي. وندلك الخيط. بايدكم. ندلك الخيط بايدنا زي ما تنجرحون؟ لا ما اتذكر لا ما ننجرح ما ادري. المهم فمن نطير طياره احنا وصديقي مطير طياره تقطع الطياره مالته؟ نقطعها. ابد ما بيها خباثه ولؤم. لا هم يتعاركون هذه لا لا اكو مبادئ هذه فطره. لا لا مبادئ هي مبادئ اللعبه يعني شروط اللعبه. اوكي. انه انت تطير واكو هذه بالكوت. بالكوت واكو السبع هاي مأخوذة كلها من الطيور. أكو طير يطير ساعتين وطير يطير أربع ساعات. أوكي. وأكو طير يبقى للصبح. أه. فمنو كان يقدر يبقي طيارته للصبح؟ أوف. إحنا كنا نطير للصبح وننصبها يعني تظل طايرة زين وننصبها نحط عليها حجار. اللثة مال الخيط نحط عليها حجار زي. وتبقى طايرة للصبح. أحياناً أي. تقعد الصبح يخسر يخسر لا ماكو هو توقع تعال جرها وعليها بيت واقعه زين انت شنو تصنع الطياره لو تروح تشتريها؟ لا كنا نشتريها وبعض الاحيان احنا قمنا احنا نصنع. انت صنعها والميزانيه والبالانس شلون تضبطهم مالتها؟ هاي تجي بالخبره. بالخبره بالممارسه اكثر. أي. اكبر طياره سويتها ايش قد كان حجمها؟ انت سويتها مو اشتريتها؟ ليش انت تحب الطيارات الصغيره؟ ما اتذكر. لا ما تتذكر. إيه يعني المهم طياره وتطير. اي اي مو اللعبه هي ما استمرت كثير بالحقيقه هاي. وهسه هاي الالعاب شوف الطفل دائما ابر غابه يسموه. يقتل نفسه على لعبه ويلعبها يموت عليها وبعدين يعوفها وما يريدها نهائيا. ينتقل الى لعبه كذلك وكل ما يكبر يريد له شيء اخر. بس الطفل لو الشخص هو بصوره عامه عنده هذه الرغبه. لا لا مراحل الطفوله مراحل الطفوله يحتاج الى اكثر من لعبه. يشبع من عندها ينتقل يتطور هو يتطور. طيب اكيد مستمرين بالحديث وياك لكن بعد ما ننتقل الى فقره اخرى من فقرات نوتيلا وعوده بعد هذا الفاصل.
ورجعنا وياكم من اجمل واعظم الفقرات هي فقره كرشك. سامع بهاي الفقره؟ كرشك. اي شنو برايك؟ تسمع هذا الاسم شنو يعني؟ طجه كبيره تتكرشك. حلوه. يعني مختارين غير اسم. ليش يعني تضايق من الكرش؟ ها؟ تضايق من الكرش؟ اكو واحد ما يضايق بالكرش؟ طبعا يعني تقريبا حتى ما نعمم اغلب الرياجيل العراقيين هويتهم الكرش. يعني هم بطبيعة الحال لانه ابد ما يحبون الطعام وما يحبون الثريد وما يحبون البانيا والتمن والباتشا والباقلة، فما اسلم دائما اسلمفت ماكو كرش، صح؟ لو العكس صحيح. هي صفنا طويلة. المشكلة انت قاعدة يم طباخ. خلي العاد فقرتنا كرشك، هي اصلا فقرتنا لها علاقه بالاكل ومتذوقين الطعام ومبدعين الطعام اللي اصلا هم هم يصنعون الطعام. فاحنا اخذنا هذا الاسم من الطبيعه العامه باللغه العراقيه العامه اللي هي كرشك. فاحنا راح نتحدث بعيدا عن هذه المفرده، راح نعرف انت شنو تحب تاكل وشنو تحب تسوي واكلات الطفوله. خلينا هسه نرجع للطفوله، شنو اكثر اكلك يعني كنت تستمتع تاكلها؟ نبلش من المدرسه، السندويشات اللي كنت تاخذها للمدرسه اللي كانت والدتك تسوي لك سندويشات ولا ما كنا ما كنا ناخذ سندويشات ما كنت لا كنا شلون بالمدرسه ما كنا ناخذ بالسندويشات اطيب اكله يعني اي شوفي احنا كنا نتريق بالبيت ونروح للمدرسه شو تتريق نتريق ريوقك المفضل انت ماكو مفضل احنا اولاد الحارات الفقيره شو يحطونا ناكل اها لطيف طبعا زين احنا 10 ما شاء الله ايه شو يحطوا لنا ناكل اها فيحطوا لنا روبه ايه ماي مال المعدان مال المعديه طاسه الروبه ايه نتعارك على القشوه ايه يحطوا لنا جبن اها جبن عرب ناكل جبن عرب ايه يحطوا لنا مثلا امي كانت الله يرحمها ويرحمها ليش كانت تقلي لنا تسوي عجين ايه وتقليه اها عجين الخبز عجين اي عجينه أيه. وتقليها وناكلها ويا الشاي اها او يحطون عليها شكر او شيء من هذا القبيل زين طبعا يسوون قمر يسوون طماطه اها زين وهاي الاجبان والحليب هذا الريوق انت الاكل المفضل عندك عموما طول اليوم شنو كنت تستمتع اذا ترجع من المدرسه تسمع امك طابختها شنو كلش تحبها من الاكلات المفضله البانيا البانيا مرقه البانيا أيه. يعني تحب تاكلها بالثريد الخبز لا تاكلها بالتمن وساره اثنينها نفس الشيء اثنين واثنيناتهم سوا اصلا اطيب اذا أيه. على المائده البانيا مثرود بها والخبز البانيا الفاصوليه فيها بصل طرشي العروق انا احب العروق كلش خبز العروق لا كباب الطاوه كباب الطاوه كلش احب اها هذه وجبات العشاء اكثر اكله الوالده كانت تتميز وتشتهر بها شنو مبدعه بها يعني ما حد يجيد هذه الطبخه بس هي كلهن انا ما اتذكر يعني اي لا كلهن يعني من شو تسوي هي يعني أه. واحنا كنا جهال كل واحد يقول امي ولحد الان يقول امي واكو هي ما زالت على قيد الحياه لا الله يرحمها الله يرحم والديك كل الشباب يقولون امي واكو رجال يزوجون صح. ويقول امي هذا طبعا اي رجل لازم يحس بقيمه الام يعني لولا الام ما كان هو اصلا موجود بهذه الحياه بصوره عامه طيب الاكلات اللي انت اصلا تطبخها شنو شوفي اني طلعت من العراق صغير بالعمر طلعت من العراق عمري 22 سنه فالمنفى والوحدة تعلم عن متك لا تعود عن نفس الحاجة هي تعلم طبخت وفشلت وكذا وكذا بس أنا شفت نفسي أحب الطبخ ولحد هذه اللحظة أنا أطبخ زين خلي نسأل بالبداية كم أكلة فشلت بإيدك وحرقتها احترقت يعني التمن أحمر كان يخرب عندي كان يخرب بعد يعني يحترق الجو الطبخ لا مرة تعرفين سويتي ما كنت اعرف انا كنت يعني جريء ايه اطبخ بجرأه مثلا اني عازم زي. اصدقاء ايه اطبخ لهم فاصوليه اوكي تاخرت انا على الطبخه زين فما كنت اعرف انه الفاصوليه يحتاجها لازم تنسلق ايه
وبعدين طب ضاف لها كنت اعتقد اي كنت اي عبالك اي شلون الخضروات الباذنجان البوتيتا الشجار البانيه ما كنت تعرف انه الفاصوليا لازم تنسلك فلانه انا متاخر ودا احمس اللحم واسوي اللحم شلت الفاصوليا حطيتك تاعي خلي المعجون والمدري شنو هي بعدين تستوي وما استوت ما استوت قدمتها وضحكنا ومدري شنو عزابيه كنا احنا كنت بسوريا انا بوقتها فبعدين افتهمت انه هاي يابا لازم تنسلك اي كل شيء اعرف اسوي يعني هسه كل شيء تعرف تطبخ كل شيء الدولمه طبعا ما اطبخ هلا ما اطبخ الدولمه لا بس كل شيء اعرف اسوي كباب ما كباب كل شيء اعرف اسوي حتى كبه تعرف تسويها كل شيء اعرف اسوي يعني الكبه يحتاج لها السيدات هم اليوم ستات البيوت مو كل وحده تقدر تلف الكبه كل تشوف الطريف بالموضوع انه من احنا اطفال نحب كبه التمن اللي نسميها كبه حلب كبه حلب احنا رحنا بسوريا زين طبعا هي مختلفه تماما عن لا ما عندهم شيء اسمه كبه حلب ما عندهم كبه التمن هذه هي لانه يبدو الكبب جايه للموصل عن طريق حلب طبعا فسميت كبه حلب فمن قلنا لهم هاي كبه حلب قالوا ما عندنا يا زلمه هاي كبه فعلمت الكبة بعض المشوية والكبه اي عندهم انواع اخرى من الكبب بس هي الكبه الحلبيه مالتنا لها نكهه مميزه ها تبقى نكهتها مميزه يعني حتى الكبه الحلبيه فعلا هي طيبه والكبه المشويه وهاي طيبه والكبانية بس احنا الكبة الحلبية مالتنا كلش مميزة طبعا بس اللي يجيدها انت تلف الكباية يعني حلو دولة صدق لا لا هاي يعني فتشي عادي بالنسبة إلي الكبة ألفها هي من علمك عليها هي وحدي وحدك انت هي وكبة البرغل يعني شلون تجيبين كمية الجريش وكمية البرغل زين حتى طريقة العجن يحتاج لها طريقة يعني العجن وطريقة سهلة هاي كل شيء من كل يعني شيء. أول رجل أنا أصاد فيه يعرف يسوي كبة للأمانة سهلة الكبة يا بس مو يا سيدات الكبة سهلة زين لما نتزوج زوجتك أنت تعرف يعني طباخة تعرف تطبخ له لا بصراحة كل شيء ما تعرف تسوي أنت كنت بروفيسور بالطبخ أصلا علمتها يمنا. وانت علمتها وصارت طباخه ماهره على يد على ايدك انت اها وشنو اطيب اكله تحب تاكلها من ايدها المحشي المحشي اللي هو الباذنجان المحشي لو المحاشي بصوره عامه يعني هو الباذنجان المحشي من تسويه يعني اكله المحشي شيخ محشي احنا نسميه محشي شيخ محشي تسويها زوجتي سوريه الاولى تسوي اكلات سوريه ما نعرفها احنا شنو تاكلها انت كلش طيبه وزوجتك انت تقول الاولى يعني اكو زوجه ثانيه انجليزيه زوجتي الثانيه طباخه ولا تطبخ بالويك اند بالويك اند نعم هي المشكله انه هسه ابني احمد عايش ويا مرتي الانجليزيه صار له 7 سنوات يعني قبل كم يوم جيت من لندن طيب ينتظروني حتى اطبخ لهم اي وللضحك انه زوجتي فيجيتيريان نباتيه نعم بتحب كل الاكلات العراقيه لما اجت لبغداد مثلا سوينا الباميه زين تقول هذه ماجيك سوب سوب السحري اوكي زين احمد بهاي الرحله الاخيره نعم بدنا نسولف شو نسوي مدري شنو قالت لي باميه احمد فهو قال حط لحم بابا حط لحم وتاكل اللحم هي بالباميه لا لا فنسوي الجزء الها زين طيب. حتى للضحك في يوم خابرتني من لندن قالت لي انا سويت سبيناغ وحمودي قال مو طيبه هاي مو مثل مال ابويا وداني علمتها زين فقلت لها ايش حطيتي؟ قالت حطيت سبيناغ زين قلت لها وبعد؟ قالت سبيناغ زين قلت لها بابا الآلة حط الآلة الآلة شو يعرف الآلة حط الآلة زين شرحت لها شنو قالت ها اي نسيت قلت لها ما تطلع طيبة ماكو طعم يعني بس فهي تسوي كل بس هي تسوي 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 لنا هي دائما سمك محشي سمك محشي طيب جدا وهي نباتية تاكل سمك؟
تاكل، هي تقول انا مخوش نباتيه. اها تاكل شايان وياها بالسوق بالماركت من نفوت بلندن. اذا ما نشتري سمك نباوع على السمك. اها يعني سيادكم تحبون السمك. انا كلش احب السمك. هي فهي تجيد اصلا طبخ السمك؟ طبعا هي لما نجت هنا واكلت مسقوف حست نفسها ما ماكلت سمك طول حياتها. اي اي كلش حبتها. تسقف لها هناك بلندن؟ نسقف اي تسقفون بالحديقه بالحديقه المنزل مالكم. زين هسه احنا حكينا على الطبخ والهذي، وكلتها تريد الباقله مالتنا ولا شلون؟ وكلتها تريد الباقله؟ هي مره سوينا لا ما تتحمل هاي الاكلات لانه ما متعوده عليها. ما تتحمل، هي ناعمه وما تتحمل هاي الاكلات. مره يعني قلت لها خلي اسوي لكم فته سوريه. اها اللي ياخذوها اللي يتناولوها على الفطور مشهوره بالمطاعم يعني. قالت لي طيب بس هاي ثقيله. اها ما 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 قدرت. انت صرت يعني نباتي اكثر تعودت مثلها لو لا؟ اني غصبا عليه. اها مو غصبا عليك لانه انت بعاشرها لو حبا بيها. لا لا مو مساله حبا بيها. انا اولا يعني عمري ما يسمح اكل لحوم هوايه. فبالتالي اتونس انه يعني اكو طعام صحي. طعام صحي وزين وكذا، واني مو زين علي اللحم. يعني انا ممنوع من اللحوم الحمراء الا ما يعني بالاسبوع شيشين تكه مسموح لي، ومو كثير مو كثير. والجو اصلا عندك بالبيت هو نباتي فانت تعودت على الموضوع. اي اي زين. بالحلويات شلونك؟ لا مو ما تحب الحلويات؟ مو ما احبها يعني، يعني ما اشتريها ما اقتنيها يعني. ما تقتنيها وتسويها تعرفها ولا لا؟ لا 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 ما تسويها لا، ما ابتعد عنها. احب التمر انا. تحب التمر؟ زين يوم حتاكل ضيافتنا ولا لا؟ حنضيفك احنا حلويات، حتاكل الضيافه مالتك؟ اكل طبعا. اها لا تخليني اني اضيفك. تسلمي. شنو تحب تاكل اكثر شيء، عشر عصفر ولا البقلاوه؟ اي شيء ما عندي مشكله. الشيء المفضل بالنسبه لك شنو؟ شنو المفضل عندك؟ بقلاوه هاي وحده تكون كلش كافي. بقلاوه هاي وحده؟ كلش ضبط. زين تفضل. عفوا. طيب احنا نتركك تحلي. اي. وننتقل لفقره اخرى من فقرات نوتنا ونعود معاكم. اوكي. ورجعنا وياكم تكملة باقي فقراتنا صحة وعافية. أشكرك. هسه احنا من بعد هذا الحديث الطويل لازم ناخذ يتش ريلاكس شوي ونتذكر أشياء الماضي. فقرتنا هذه تتحدث عن السمر صحة. هذه فقرتنا تتحدث عن السمر. شنو السمر قبل شلون كنتوا تسامرون؟ الليالي وجلسات السمر بالكوت شلون يعني تختلف هسه؟ راحت لو بعدها موجودة؟ يعني التعلوله مال البيت مالتكم ما اتذكر اني يعني كان عندنا تعلوله يعني ما كانت اكو لمه على الصوبه وقعدون الحاب ودبس وراشي بالشتاء مثلا لو بالسطح انت والرقي والبطيخ والمشمش والتفاح الصغير انت والعائله يجوكم؟ لا ملوك. يعني قصدي انه انا اللي اتذكر لما اتذكر اللعبات مال المحابس اللي كان يسووها الطرف. يعني من كنا نسهر يعني كان يسمحون الشباب يسمحون اهلنا. نعم يسمحون اهلنا. يعني اتذكر رائحه الليل. اتذكر رائحه الليل. انا كانت عندي عقده من الدور الثاني. الدور الثاني؟ اي مال محبس؟ لا لا صراحه اقول لك شنو الدور الثاني. اي انتم ما ملحقين عليه. كل جيلنا واللي قبلنا واللي قبلنا واللي قبلنا من تسأليه يقول لك الدور الثاني. شنو الدور الثاني؟ الدور الثاني كنا نقول كتله ومتحملها. اها اي شنو الدور الثاني؟ الدور الثاني كانوا لما يجيبون فيلم جديد
يعرض بالدور الثاني يعني يتأخر بالليل. زين. فكان الدور الثاني يبدي بثمانية ونص. زين. ينتهي بالعشرة. هاي متأخر تكون بالليل؟ بالعشرة ممنوع. أها. بالشتاء. زين. ممنوع. زين. بالشتاء أنا أتذكر لأن أنا أحكي لك عن المتوسطة العمر. بثمانية لازم بالبيت. بالصيف لازم بالتسعة بالبيت. في الدور الثاني مشكلة. وكل جماعة يروحون. وأني ما أروح للدور الثاني. فأحياناً فيلم جديد فشين نقول يلا كتلة ومتحملها. الدور الثاني. إيه كلا كتلة ومتحملها. فنشوف الدور الثاني نرجع. أحياناً تكون والدتي واقفة بباب الحوش تنتظرني وتقول لي. خاف عليك. يدري إيه. أحيانا القلباب مسدودة. شو تسوي؟ أظل قاعد بالباب. صدق؟ إلى أن خطية بعدين أمي أظل قاعد ساعة ساعتين. خاف تدق الباب. أخاف. وأحيانا أمي تترك لي الباب مفتوح. فأدخل على رؤوس أصابعي هاي الصيف. أدخل أسد الباب على كيفي وأدخل على كانوا كنا ننام فوق السطح إحنا. فأفوت ميت من الخوف. واروح للفراش البارد. زين اطب على الفراش والله بمجرد انا اخلي راسي على الفراش يقول لي ها جيت يعرف. زين فكان هذا يعني جلسات السمر اللي تحكين انا يعني ذكريات في تلك المرحله. هذا مشكله الدور الثاني كانت لعبات المحيبس برمضان. كان أهلنا يسمحون أن نتأخر بالليل بعاشوراء. نتأخر بالليل تكون الأبواب مفتوحة والطرقات. ماكو مشكلة ماكو دور ثاني. والأكل والأكل وهاي الطقوسي. لمات البيوت من كنا نقعد على الصوبة كنا نتعشى وإحنا كنا هواية. نعم. مثلاً ما كان أكو فواكه كان أخويا وابن عمي بنفس العمر. زين. بعد ما نأكل نتعشى ونشبع. زين. هم يكون كل واحد ضام خبزة. أها شو يسوون بيها؟ يقولون هاي فواكه فشو يسوون؟ يحموها فوق الصوبة يقسموها. تأكلوها. يقسموا إيه. هاي من أجمل الأشياء اللي أنت تتذكرها. زين هسا أكو عندك قوانين تنصها وضوابط وضعها لأولادك لولا؟ يعني مثلاً دخول البيت بهذه الساعة. أكو دور ثاني أكو عقاب لولا؟ لا أولادي أولاً عايشين بأوروبا ولدوا بأوروبا. زين. فشوف هناك المربي الأول هو المدرسة. أكثر من العائلة. أكثر من العائلة المربي المدرسة. يعني صح هم أطفال. نعم. يمارسون ألعابهم ويمارسون مراهقتهم أو كذا ولكن الجمال اللي بي من تجين تتحدثين وياه يتحدث وياك باعتباره عاقل مفكر. يعني لا يمكن أن تطلبين من واحد من عندهم تقولي له ممكن نسوي فلان إن شاء الله يقولك ها خلي أفكر. تدريب من الطفولة ينمون قدراتهم العقلية. يعني في الحقيقة يعني الطالب من مثلا من عنده امتحان مو عنده كتاب ويحفظه ويروح يجاوب عليه. لا يروح يحكي اللي فهمه هو فهمه اللي دركه خلال الكلاس اللي فهمه من الكتاب. فأني يعني أولادي يعني مرتاح من عندهم ما عندي أي مشكلة وياهم. يعني أصدقائي لك لو يتعاملون كأب وأب جدا. أنا بنتي عمرها 27 سنة ما شاء الله الآن هي طبعا خريجة أكاديمية الموسيقى وقريبا ستصدر ألبومها الخاص بيها باعتبارها كمبوزر يعني ملحنة. نعم. ومغنية بنفس الوقت. بنفس الوقت إيه. يعني قبل يعني بعد شهرين حيصدر الألبوم مالتها باللغة العربية ولا اللغة الأجنبية؟ بالإنجليش بالإنجليزي بالإنجليزي. زين تنمي لهم الثقافة العربية وزرعت بهم المبادئ العربية؟ احنا نتحدث عربي. تتحدثون بالبيت عربي؟ نتحدث عربي مع بعضنا ونسولف بالعربي ونفتهم على بعضنا ونكتب مو بس اللغة كل المبادئ. احنا نعرف انه اكو مبادئ تختلف بين الشرق عفوا والغرب.
صنعت بهم هذه المبادئ الشرقية؟ لا، خليتهم على حريتهم؟ لا، مو المبادئ تختلف من شخص إلى آخر، هذا موضوع طويل جدا. أكيد المبادئ العامة يعني الضوابط العامة. لا، هم يعني هم عراقيين. اها، هويتهم عراقية؟ هم طبعا هم عراقيين ويعرفون ان هم عراقيين، يعني عندهم هذا. هم صح ولدانين بالسويد، هم اثنينهم ولدوا بالسويد، بس هم اجوا لبغداد يعني اكثر من مره. لما اجوا على بغداد حسيتهم يتعاملون بطريقه اوروبيه لو خلاص مثل العراقيين اللي عايشين؟ لا لا، هم بتربيتي ما يتعاملون بطريقه اوروبيه، ولكن طريقه التفكير انا نحكي نكته. بنتي بالكراده يمش مشه، قالت بابا ناكل ايس كريم، قلت لها اوكي، فرحت جبت لهم هي واحمد كل واحد، سنه 2013 اعتقد، جبت لهم كل واحد كاس. قالت انا ما اريد مثل هذا. قلت لها هات شاي فلوس، رحت تشتري. زين، راحت اشترت واجت. زين، قالت لي بابا اوكي، كاتبين للرجال والنساء، شو هو هذا تواليت؟ اوروبا ما يكتبون للرجال والنساء، بس بالتواليت. اها، فهي انصدمت. انصدمت، ليش هيك كاتبين يعني؟ زين زين، ما شايفه هذا الشيء يعني. قلت لها حق بابا اوكي. الله يحفظهم ويحفظك لهم يا رب ان شاء الله. اكيد راح ننتقل لاخر فاصل من فواصل نوتيلا، وانا وياكم لاخر محطات نوتيلا لهذا المساء، وهذه فقرتنا اسمها غرد. شنو قلت لنا بالفاصل؟ غرد يا بعد الروح، خلينا احبك. شنو تعني لك مفرده غرد؟ من تسمعها شنو التغريده بالنسبه لك؟ تغريده الحديث لو تغريدة مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا؟ يعني أنا شوية صار لي فترة يعني أكثر من سنة يمكن. نعم. كثير يعني ما معني بالسوشيال ميديا. أي أي كثير. حتى ذاك اليوم أنا قلت لك بنتي جن، أنا فاجأتني حقيقة إنه إحنا نتصل بعضنا نسولف وكذا، فأتصل بها ما تجاوبني. فقالت أنا آسفة بابا، لأنه هذا التليفون الذكي أنا بعد ما أستخدمه، لأنه أنا أطلع الصبح أروح للشغل. نعم. فأركب قطار يستغرق ساعة. طيب. ومن أرجع يستغرق ساعة. أوكي. فأنا هاي الساعتين أقرأ بها كتاب. أها. أنا حقيقة كلش فرحت. أها. كلش فرحت. فاتفقنا أنه نحدد يوم نسولف به، لأن أنا ببغداد وهي بالسويد. أها. فأكو يوم نسولف بي، وهي طبعا دائما تتصل بي، لأنه من تكتب لحن جديد أو كذا تدزل البروفة شنو رأيك نتناقش كذا. فالتغريدات، وأنا بتويتر مو ما عندي علاقة، ولا أكو الفيسبوك، وصار لي يمكن أكثر من سنة كثير ابتعدت عنه، بدأ يزعجني ويأخذ من وقتي، فما حبيت نوبات أنشر صور. طيب، حتى ما اكتب ايش. لو بنتك عايشه بالعراق شجع هذا التشجيع الفني ودخول عالم الفن؟ شلون؟ لو كانت عايشه بالعراق تشجعها على دخول الفن وتدعمها بهذه الطريقه اللي تدعمها هسه؟ بكل تاكيد. حتى بالعراق؟ بكل تاكيد. ما عندك مشكله بالمكان؟ بكل تاكيد. يعني الفن المشكله مو بالمكان، المشكله بالشخص نفسه، وين يبدع، وين يظهر ابداعه، وشون يتعامل وياه. طبعا ما له علاقه عراق سويد شام. في سنه 2000 و12 سوينا مسرحية روميو وجولييت، شاركنا بها بمهرجان شكسبير العالمي في الفرقة الملكية ببريطانيا. وكان عندي العرض الثاني، قدمنا 11 عرض في مسرح شكسبير، والمهرجان العرض الثاني قدم في لندن، اجت شافته شام الأربعة عروض اللي قدمت في لندن. بعدها شاركنا في مهرجان آخر، البطلة اللي كانت مثل دور جولييت انسحبت لظروف معينة، احترمناها، اتصلت بشام وجت تمرنت اسبوعين ومثلت دور جولييت. لطيف. اللي بنتك بده يتحدث عنها هي شام بنته، هي اللي شاركت بالبطوله اللي كانت هي جولييت، ابدعت بها. طبعا جداً. هذه اكيد اكتسبت الابداع الفني من حضرتك. هي موهوبه ودراستها جيده جدا، لان هي درست أكاديمي أوف ميوزك أند دراما، يعني دراما والموسيقى. هي قالت لي أول شهرين
تغني وتمثل بنفس الوقت. دراما متعددة المواهب، دراما ميوزك، تغني وتمثل بنفس الوقت. نعم. نختبروها، اختبروها على أساس صوتها. صوتها حلو تغني، فمن قامت تمثل فقالت لي بابا المعلم قال لي تعالي 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 أبوك شو يشتغل. أي يعرفون، اكتشفوا، لأنهم يكتشفون المواهب بطريقة صحيحة. طيب بصورة عامة أصلا أنت مواقع التواصل الاجتماعي هل هي مضيعة للوقت أم إفادة وتطور للذات؟ الاثنين. الاثنين لا، هو يعني مضيعة للوقت لما الواحد يقعد يصرف وقت بيها أصلاً. يصرف وقت طويل. يصرف وقت طويل. هي بها فائدة، بها نقل معلومة، بها تواصل مع الآخر. لكن أنا كثير إذا من الأصدقاء أحسن استخدامها كل شيء. ما تستعدين تحسنين استخدامه راح يصير بالسلبي أكيد، كل شيء مو بس الفيسبوك. زين أنت عندك صفحة موثقة رسمية يعني فيسبوك أنستا، أنت أصلاً قلت لي تويتر مو تمام ويا. عندك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي هي صفحة. أي طبعاً طبعاً طبعاً. أها وين؟ على الإنستا أو على الفيسبوك؟ على الفيسبوك. على الفيسبوك. الإنستغرام ما عندك بها شيء؟ عندي يعني من مدري من ورطنا بها، يمكن ابني مدري منو قال يسوي صفحة مع الإنستغرام وما فاتحها. وما فاتحها أصلاً. والسناب؟ نو نو. ما تحب السناب أصلاً. طيب طبعاً أكيد كان الحديث وياك ممتع جداً. استفادينا هواية، غيرنا أفكارنا هم هواية. طيب شنو رأيك بالبرنامج بصورة عامة وعن أسماء الفقرات اللي أنت انتقدت بها فقرة كرشك؟ أنا بالمناسبة هذا البرنامج جديد علي. حبيته، لا يشبه برامج أخرى أنا طلعت بها أو شاهدتها. نعم. أو سمعت عنها. فقراتها حلوة، ذكية. نعم. متنوعة، ناجحة. شكرا. طبعا هذا أكيد احنا شاهدنا نعتز بها من فنان عظيم مثل حضرتك وإنسان بنفس الوقت مثقف. الهدف من البرنامج أنه احنا أكيد كل الفنانين العراق هم معروفين بالساحة الفنية، لكن نجهل بعض الأشياء عن الشخص الموجود داخل هذا الفنان، فدائما احنا نعرف المتلقي والمشاهد ومحبيكم أكثر ونقربكم أكثر من عندهم. شكرا لك. شكرا. سعيدين جدا بهذا اللقاء. عزيزتي. نتمنى لك إقامة بالعراق سعيدة وتروح ترجع للندن تستمتع أكثر. شكرا جزيلا. شكرا لك. أكيد احنا وصلنا لختام برنامج نوتيلا. شكرا لحسن المتابعة، انتظروني في الخميس القادم. إلى اللقاء.